يا شباب شلونكم؟ رجعت لكم المقطع الثالث مال مخبات مال حمر حياته. بعد الكوم ويانا هسه خرطنا بيها، بس الطيور ما تحط، الطيور ما تنسى شباب. رجعت تبرم طبعا، من صعدت خبطت بكومة الثالثة يديك الكومة كبير، فباقت من الغربة. لكن حاليا اللي دا اشوف اللي ويانا كمرليات اثنين، يمكن اشعل بحمر اثنين بدرينج وفتح حمر فتح 10 جوز ويانا. هاي الطشار مالت اشوف شباب. دي اللي وقفت طلع البدرنج، طلع البدرنج، طلع بقى هذا المدري شنو بنص هني كمرليات اثنين. هو النيشان الكمرليات الاثنين وحمر. هاي غربة اليوم، هاي الحمر مالتنا ويا الغربة ويانا والله شباب. وانا ايدي وقفت لا اقدر اصور. لا اقدر اصور. قدرت تلزم الداير. قومة كاملة ويانا. هفيلة هفيلة الماء راح تملص. هفيلة دي هفيلة ملصت. وصلت لك يا شباب. شباب صار خربة طب المقطع، مو وصلت الغربة وقت ويانا يتشمتك. الطيور هم تعبت. طبعا اخو من طيورنا همين، وهي هاي الكومة العالية الكبيرة. ايش شوف الطشار، هاي حمر جت من هنا، هاي اربع جنين يدقن. ها شوف هاي اثنين هم خبطة بطيولنا، هاي خبطة بطيولنا اثنين. هاي شوف الطشار
بس هنا على هاي الكومة ويانا بد 4-5 ذني كبار الطيور. يعوض غيتها استشار ماله ولا صار فوق مو خوش خرطة هاي خوش حطة بس ثلاثة يا هني ثلاثة عذابة واحد طلع ذاك الصفراء هذا مخلف حيل مخلف واحد اذا حطني حظا هاي شادة وحدة بالصف شادة مدى طيارة هي هاي تحط الدلعة هاي تحط هاي الطيارة بابا بابا حط كن حطت واحدة حطت لها طلعت طلعت بس شوفها شوفها طيور خاف بيها شي فرجها خاف بيها شي شوفها لا هنا تبين تبين يا جيني على حلقات شيني ما طلع يدلع بعد فوق البيت اليوم هو يسافرون ما حطن طيور والله كانت يحطن ثلاثة متجدوا وياها خباثة يلا شباب ارجع لكم مقطع مرتلق ها شباب رجعت لكم عيني تكملة مال المخباط ما اعرف الهوسة اللي كانت طبعا هاي الفحلة نقضت تعبت حبستها ما قدرت اتصور لكم المقطع الاخير فهاي الفحلة حبستها فتحت ذيك الفحلة ذيك هي عالية وياها هم وياها هسا وياها فت 5-6 والله ما ادري يا جمتك طيارة 30 تقريبا ليش هي 30 بس التور هم طيارتها راح تخرب الشغل كله طشار ماله والي لحد هسه هذا الفحل مالتنا يدق جوا الطيور هاي اللي بحله شباب ويا غربة همين بس المشكلة شباب هنا أنا ما تقدر تسيطر ها شوف هذا بصف مطير هذا مطير وانت من تريد تحطه طلف واحد يصفر لك ولف واحد ما يجي يسوي يعني ما تقدر تتصرف شوف هسه ذني بالصفحة 4-5 يريد يمرصن شادات ما ادري شنو ذني فرخات مخاليف الطواير والله ما ادري بس هسه وياي تقريبا هاي لو تشوفون شباب ذني بالصفحة اللي ذيله محفوف اللي ذيله ما ادري شنو هاي كلها غريبات
هاي تحية خرطت بعد هسه ويانا هناك دا اشوف انا اثنين ثلاثة هذا مخبط ويانا واحد هسه هاي الدلع مو مالتنا بالصفحة نباتور طشار حمر طشار شنو السالفة تعال حط تعال انت لا اما وياها والله في حلة هواي شباب الحمد لله بس كون التور ما تنزل تخرب لان ديك التور شوفوا فوقها ديك التور شوفوا شباب وهاي الحمر هذا الدلع مو مالي الدلع الورا مو مالي واحد ديله محفوفة مو مالي ذاك فوق الطيور ما فتحت لتن ولا عفتها براحة هي تنزل طلع فت فحل لاش على البصفر شعدنا بس لاش على البصفر دي هو اطلع تحت بس الاشعة البصفر وهذا الاحمر هو كان طالع هاي بس هنا شنو دي طلع شباب شوف الطشار فوق طيوري هاي الدلعة بيها مجال تحط شوف شقد طلع شباب اثنين اربعة ستة طلع وقت بس الدلعة يمكن بس الدلع هذا الدارج خبط بنص تطلع الدلع دلع وهذا اللاخم مبالغ غريب اي والله الدلع وراح اللاخ هذا همين طلع شباب ذاك طلع قبل الفحل طلعنا اثنين ما بقى شيء هون خل احبس انا وين بيك حيل تطير انت يا ولد تعال تعال كل شي بفتهمنا كيف يشكم الله من المخبط لا حطات مطير لا طبني من طير بس خابطات وكل شي بفتهمنا منه هاي لو جايات برمات مني انا محطات والله كان حطن يلا شباب انا متأخرت عندي طلعة
راح اترخص منكم ان شاء الله. تونستوا بهاي المقاطع، تحياتي لكم شباب.